وفي تقدير الحقيقة إنه الزخم اللي أخدته القضية الفلسطينية على مدار ال 30 سنة اللي فاتوا الأيام دي هو الأكبر طبعا، على ضخم ويعني بشاعة الأحداث بكل تأكيد. لكن أنا هنا بتكلم عن التأييد في الشارع الأوروبي لحقوق الفلسطينيين، أعتقد إنه ده كان التأييد الأكبر اللي احنا شفناه على مدار ال 30 سنة اللي فاتوا. أكيد حضراتكم تابعتوا اللي بيحصل من تجهيز لمستشفيات علشان نقدر نستقبل أهالينا من غزة المصابين يتعالجوا على المعبر. في جهود مصرية الحقيقة كبيرة اتعملت، والجهود دي مستمرة لدعم أشقائنا في غزة ووقف نزيف الدم. أنا عمالة أقول لحضراتكم عن مسألة المساعدات، ومتهيألي كلكم عارفين لأنه معظم البيوت المصرية اشتركت في ده وحاولت تساعد بكل ما تملك في مسألة المساعدات الإغاثية. والحقيقة مصر استخدمت كافة المسارات سياسية دبلوماسية علشان القوافل تعبر، وعلشان حجم القوافل الإغاثية اللي بيعبر يكون أكبر يوم عن يوم. وبالتأكيد حضراتكم متابعين من أول يوم للنهاردة إزاي الحجم ده بيتصاعد. الحقيقة كمان مصر أعلنت عن بدء استقبال مصابي هذه الحرب على أهالينا في غزة وهذه الإبادة الجماعية. المصابين يدخلوا يتلقوا العلاج في مصر، وخصوصا انه في حالات حرجه، هي اصلا الاطقم الطبيه جوه والمستشفيات تعاني من نقص حاد في كل شيء، فاللي اصابته بالغه يخرج يتعالج في مصر وتقدم ليه الرعايه الصحيه. في الاطار ده دشنت وزاره الانتاج الحربي مستشفى ميداني في مدينه رفح لاستقبال المصابين. المستشفى في منطقه الشيخ زويد، ويعني متهيألي ان هي بينها وبين معبر رفح 30 كيلو، فهي يا دوب يخرجوا من المعبر يروحوا للمستشفى. المستشفى مجهزه لاستقبال الحالات الخطيره اللي هتخرج وتعبر الى الجانب المصري خلال دقائق معدوده. وزاره الصحه المصريه كمان اعلنت حاله التاهب في شمال سيناء عموما لاستقبال المصابين. زي ما حضراتكم شايفين دي مستشفى العريش في الشيخ زويد، ومتوفر بيها كافة الرعاية الصحية والمستلزمات اللي ممكن أهالينا يحتاجوها. خليني أروح مع حضراتكم للدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. مساء الخير على حضرتك يا باشمهندس يا دكتور، ويعني لو تطلعنا على الصورة الآن وحجم يعني الاستعدادات لاستقبال أهالينا من الجرحى في غزة. الخير استاذ هدير، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. النهارده ده اليوم الثالث لبدء تواجد المصابين من الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزه للمستشفيات وزاره الصحه المصريه. النهارده استقبلنا 17 من الحالات المصابه وتم نقلهم للمستشفيات في شمال سيناء، بينما كان الحقيقه انه التنسيق انه في 28 هيجوا النهارده، لكن نتيجه طبعا لما حدث على الجانب الاخر من المعبر ادى الى انه لم يتمكن من الوصول الا 17، وتم توزيعهم على مستشفيات شمال سيناء. في نفس الوقت العابرين تم الكشف الطبي على 448 من حاملي الجنسيات الاجنبيه اللي عبروا من خلال المعبر من خلال الزملاء في الحجر الصحي. دكتور يعني كيف هي الحالات اللي وصلت؟ تقييمكم للحالات اللي وصلت وتم الاجراءات ايه معاها؟ يعني زي ما حضرتك ذكرتي هي حالات ناتجه لحاله حرب. نحن نتكلم عن حالات بالغه الصعوبه، بالغه الدقه، بالغه الخطوره وشديده التاثير على الحياه. تم الحقيقه اجراء كثير من التدخلات الجراحيه منذ اول امس، والاطباء يعملون على الحالات بشكل مباشر، واجرينا عدد كبير من العمليات سواء عمليات للكسور او للحبل الشوكي او حتى عمليات مرتبطه بامراض طب وجراحه العيون، لانه الاصابات في كل الجسد زي ما قلت حضرتك كده دي اصابات ناتجه عن حرب وتفجيرات واسلحه ثقيله. المصابين اللي وصلوا رجال، نساء، اطفال؟ الحقيقه المصابين من الاطفال ونساء ورجال،
ويعني من كل سواء كان في اطفال الحقيقه وفي كبار وفي رجال وفي نساء، يعني لم تترك الحرب اي حد الحقيقه، نسال الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء العاجل. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه والسكان، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.